ماذا تفضل، الشغل في الوظيفة الحكومية أم العمل في القطاع الخاص؟ الحكومية رسمية، اللي رسمي له ولد ولد الواحد، أما خاص يوم يومين وبعدين بتبطل. لا والله وظيفة أحسن لي، لأنه الولد البلد كلها على الوظائف، اللي قاعد والوظيفة تعون فتحهم بقبضهم قاعدين، الوظيفة أريح، إن الواحد بيبقى قاعد مكيف آخر الشهر له راتب. واحنا يا العمال اليوم اللي بنشتغل فيه بناكل، ما اشتغلناش بناكلش. القطاع الحر اريح يعني واحسن، الواحد بكون ما حريته فيش في ارتباط، بيقدر يتحرك ويروح بيه زي ما بده. بتفضل انك تتوظف في القطاع الحكومي او القطاع الخاص؟ القطاع الحكومي افضل، وخصوصا عندنا بسوريا يعني مؤمن من كل النواحي، اللي كان من ناحيه الوفاه، من ناحيه المرض، من ناحيه اي شيء مؤمن. ماذا تفضل، العمل في وظيفة حكومية أم العمل في القطاع الخاص؟ لا طبعا العمل في وظيفة حكومية أفضل، لأنه ضمان اجتماعي أفضل، وهذا الشيء اللي احنا نريده طبعا، ضمان حقوقنا. بالحقيقة نحن نفضل الآن حاليا هو القطاع الخاص، نعم، لأن بالنسبة أصبحت الآن في بلدنا الوظيفة فشيء مستحيل. ماذا تفضل، شغل وظيفة حكومية أم العمل في القطاع الخاص؟ لا أنا أفضل الحياة العمل في القطاع الخاص، لأن دلوقتي شغل وظيفة حكومية فيها نسبة فساد دلوقتي في القطاع الحكومي، لكن القطاع الخاص هو دلوقتي اللي بيحقق أمال الشباب. أنا أفضل العمل لصالح البلد اللي أنا فيها،